طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كان محور خطاب عدد من ممثلي الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد جيمينيز أعربت عن تأييدها لحل الدولتين. إسبانيا تعتقد أن الفلسطينيين يمكن أن يجدوا في هذا الحل حافزا للاستئناف الفوري للمفاوضات، وعلى إسرائيل أيضا أن تمتنع عن التدابير التي تحكم مسبقا على الوضع النهائي. وزير الخارجية الإيطالية فرانكو فراتيني اعتبر من جهته أن الدولة الفلسطينية تتحقق فقط من خلال المفاوضات. الوقت حان لنزع فتيل هذه المشكلة التي طال أمدها من خلال اللجوء إلى الحوار وبناء الثقة المتبادلة. إننا مستمرون في دعم الجهود الأمريكية، ونحن نرحب بجهود اللجنة الرباعية الجديدة لجمع ما يلزم من دعم لاستئناف المفاوضات بين الطرفين نحو خلق دولة فلسطينية قوية وآمنة في وقت قريب. وأكد فراتيني استعداد بلاده لممارسة قدر أكبر من القيادة ضمن الاتحاد الأوروبي بهدف إعادة إطلاق عملية السلام.